الجونة يصنع عناوين كل سنة في الوقت ده، مهرجان الجونة ممكن يصنع عناوين باهتمام المجتمع بالأزياء واللبس الخاص بالنجمات اللي بيبقوا موجودين على الريد كاربت، ممكن يصنع أخبار بخصوص الأفلام، أو يصنع أزمات من وجهات نظر مختلفة بخصوص أفلام زي فيلم ريش على سبيل المثال. لكن في بعض علامات الاستفهام خلال 24 ساعة اللي فاتوا تخص واحد برضو من جيل من الموهوبين المصريين في مجال السينما والإخراج وصناعة السينما، وهو الأستاذ أمير رمسيس المخرج العزيز، وزي ما قلت لحضراتكم الموهوب أمير رمسيس بيتحمل مسؤولية أنه المدير الفني للمؤتمر. تم إعلان استقالته، أعلن هو استقالته من الإدارة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، ومش هيتراجع عن الاستقالة. المسألة بالنسبة له أصبحت من الماضي. هو موجود معنا، برحب بحضرتك معنا أستاذ أمير. مساء الخير. أهلا أهلا بيك، إزيك؟ أهلا بيك، الحمد لله تمام، كله كويس. عناوين كتير في المهرجان السنة دي زيادة عن اللزوم، ولا أنا غلطان؟ يا دورة ساخنة إعلاميا بكل المقاييس. دورة ساخنة إعلاميا بكل المقاييس من أول لحظة. ده حقيقي من قبل ما تبتدي حتى. يمكن عشان سحر الرقم 5. يمكن يعني 5 سنين. انت بتقيم ازاي الدورة دي من المهرجان انت شخصيا؟ الحقيقة يعني بعيدا عن كل الازمات اللي حصلة، يعني لازلت فخور جدا بالدورة دي، يعني لازلت شايف ان احنا قدرنا يبقى عندنا سيلكشن رائع من الافلام الاهم عالميا خلال العام، سواء على المستوى العربي او المصري او الدولي. 76 فيلم فعلا الجمهور كان عنده ردود فعل رائعه عنهم. واحد من اعظم مخرجين العالم دارين أرونوفسكي بيعمل ماستر كلاس لاول مره في قاعه كبرى اللي بتسع 1500 شخص في المهرجان، وبتبقى تقريبا شبه مليانه. يعني واحد من اهم ممثلين بولندا النهارده في حوار مع الجمهور في ظل البرنامج الخاص للاحتفاء بكريستوف كيشلوفسكي، معرض بيشارك فيه متحف السينما البولندي والسينما تاك الفرنسي. لا اعتقد ان احنا دوره يعني الحقيقة أنا فخور بيها وسعيد بيها. فخور بيها وسعيد بيها، ده حقيقي. هل استقالتك أي علاقة بفيلم ريش؟ إطلاقا يعني، وده اللي هممني إنه يبقى واضح للناس، أنا يعني فخور جدا بفيلم ريش كسينمائي أولا، وكمصري ثانيا، وك يعني مبرمج للأفلام ثالثا. يعني بجد واحد من أدفى الأفلام المصرية اللي شفتها إنسانياً، من أكتر الأفلام اللي خلتني أعمل علاقة مع البسطاء اللي موجودين فيه بضعفهم وأحبهم وأحب حياتهم وأكتشف مشاعرهم الإنسانية اللي أحياناً ما بتبصلهاش.